شيخ ابو سلطان. السلام عليكم. عليكم السلام، حيا الله شيخ ابو سلطان. حياك الله. الشيخ ابو سلطان، محمد والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم، هل كلهم يتصفون نعم. بهذا الصفة بانهم رحماء بينهم؟ محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، كمل الآية. تراهم يا رجل يبتغون فضل من الله. يا رجل قلبت الآية، قلبت سويت رفعت ونصبت وحركت وقلبت الأمة العربية كلها من أولها إلى آخرها. زين هسه المهم يلا يقرأ بشكل خطأ يا رجل، يقرأ الآية بشكل خطأ. مشكلة خلي يمون الشيخ أبو سلطان يمون يتكلم، زعلانة تدا يمون أبو سلطان. أبو سلطان حجر عمار وأبو سلطان ما يتوالمون سيدنا. الآن صحيح يا رجل، يقرأ الآية بشكل صحيح. هذه الصفة عامة للجميع، هذه صفة عامة لجميع من كانوا مع النبي صلى الله عليه وآله، يعني الصحابة كلهم أشداء ورحماء فيما بينهم. لا، لماذا؟ ليس للكل. لماذا؟ لماذا؟ لأني أنا من المناظرة من المداخلة الأولى من قبل يومين، أنا إيش قلت لك؟ قلت لك نحن نترضى والآيات القرآنية كلها التي نزلت في الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. كلمة أجمعين هاي تحط في صيغة أوتوماتيكية في عقلك، مثل ما حط القاعدة حاج وعد وقال التغليب، وإحنا زاد نحط التغليب أوتوماتيكيا عندما نقول رضي الله عنهم أجمعين، هي أي يعني من حسن إسلامه وصحبته وتلقي وثبتت الشروط عليه، كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: إن الصحابي الذي نترضى عليه هو من ثبت حسن إسلامه وطابق قوله وفعله قول وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات على الإسلام. آية آني قطعت عليك ثلث أرباع الدرب. جخ. طيب الآن معاوية من الذين أشداء على الكفار ومن الرحماء أم ليس منهم؟ لا، معاوية ما داخل في هذه الآية. لا، معاوية رضي الله عنه له ما له وعليه ما عليه، ولكن هو صحابي جليل ميزه الله في خصلة، ولكل صحابي خصلة. عندما قال سيد قطب رحمه الله له مقولة جميلة عندما فسر هذه الآية، قال ومثلهم في الإنجيل كزرع، اسمع، كزرع محمد صلى الله عليه وسلم أخرج شطأه فآزره بأبا بكر صلى الله عليه وسلم فاستغلظ في عمر بن الخطاب فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار علي بن أبي طالب رضوان الله عليه. هذا هو تفسير الآية الصحيح: محمد، أبا بكر، عمر، عثمان، علي. ابن تيمية يقول هذا من قاعدة ثابتة، والله لو بقيت 100,000 سنة يا رجل مثل مرة عن هذه القاعدة والله لا تقدرون ولن تقدرون ولستم بقادرين. ابن تيمية يقول هذا من الموضوعات، هذا الكلام اللي ذكرته محمد. لا، هذا اجتهاد علمي. ابن تيمية أنا لا أوافقه كل الكلام، بل ابن تيمية شيخ الإسلام صلى الله عليه وسلم، والله لو كان نبيا بعد محمد لكان ابن تيمية رحمه الله، لأنه رجل مجتهد، هو خير من قال لو كان البهيمة رجلا لكان شيعيا. أنت ليش ما تكون مؤدب؟ لا، هذا شيخي، هذا شيخي وإمامي، الإمام. يعني ما أستطيع يعني ما أستطيع أرد عليك أقول لك لو كان البهيمة رجلا كان ابن تيمية، يعني ما أستطيع أرد عليك نفس الكلام. يعني إحنا حوار علمي، حوار أخلاقي، ليش تدخل تعمل تدخل البهيمة والنعال والمال؟ يا أخي خلي حوارك مؤدب، خليك يعني خليك هسه خلي تفضل أبو أديب، ماذا تقول الآن؟ الشيخ
الشيخ أبو سلطان يقول معاوية غير مشمول بهذه الآية، ماذا تقول يا أبو أديب؟ أبو أديب نزل سيد، أبو أديب نزل، ممكن داخله يعني. عمار يقول إن معاوية غير مشمول بهذه الآية، ما تشمله هذه الآية، عمار علي من فلسطين. أبو سلطان يقول معاوية غير داخل في هذه الآية. معاوية مشمول بهذه الآية يا رجل، معاوية نصر الإسلام وأنقذ الإسلام والمسلمين يا رجل. نعم. لولا معاوية لانهار الإسلام أصلاً. البلدان يا رجل. بس أبو سلطان يقول لك لا، يقول لك معاوية ما داخل في هذه الآية. لولا معاوية لحكم قتلت عثمان لحكم المسلمين ربما. يا عمار. لولا معاوية لأن مالك الهشتر أصبح الخليفة ربما. يا عمار محمد بن أبو بكر والجماعة هذه. أنت لا ترد علي، أنا ما تكلمت عن مالك الأشتر ولا تكلمت عن محمد بن أبي بكر. الذي اسمعني، الذي قال هو أبو سلطان، قال إن معاوية غير داخل في هذه الآية، يعني ليس بشديد على الكفار ولا رحيم بالمؤمنين. هذا معاوية مرة يقول عن نفسه شيعي مرة سني، هذا غير مجهول. هذا معاوية أبو سلطان مرة يقول عن نفسه سني، مرة يقول شيعي، مرة تشيع، مرة تسنى. سيد ميثل، هذا مجهول، وضع مجهول. أريد بس لا يمثلنا بشكل صحيح من جنابكم الكريم، بس 30 ثانية، 30 ثانية تفضل. 30 ثانية التوضيح. لم يقرأها بشكل صحيح، آية بسيطة لم يقرأها بشكل صحيح. هذا تريد منه الإفصاح للمفيد الصفحة 139. انظروا يا أهل السنة والجماعة، انظروا يا أيها المتسمعون، هذا نداء للسنة ليس للشيعة. اسمعوا ماذا يقول المفيد، ماذا يقول المفيد في الإفصاح الصفحة 139 شارحا ومتأولا لهذه الآية الكريمة. انظروا، يقول: فيما يدعون، أي يعني نحن أهل العامة، يقول فيما يدعون أهل العامة إن أبا بكر وعمر وعثمان قد دفعوا أمير المؤمنين عليه السلام عن حقه وتقدموا عليه وكان أولى بالتقدم عليهم، أنكروا إمامته وقد كانت ثابتة ودفعوا، اسمعوا يا أهل السنة والجماعة واقرأوا ما بين النصوص وانظروا إلى هذا الكلام الخطير والعياذ بالله، يقول ودفعوا النصوص عليه وهي له مكتبة ولم يعصمهم ذلك، ثم توجه المدح، اسمعوا، ثم توجه المدح لهم من الآية كما لم يعصم طلحة والزبير مما وصفنا ووقع منهم في إنكار حق أمير المؤمنين عليه السلام. ثم يقول اسمع لحظة أبو سلطان، ما هو اسم الفصل؟ لحظة اسم الفصل، ما هو اسم الفصل اللي عند الإفصاح؟ أبو سلطان اقرأنا اسم الفصل. أبو سلطان ما هو اسم الفصل؟ أبو كريم مستكتك بس كالله مولاه. لا اقرأنا أول بداية صفحة 139 اسم الفصل. أنا الفصل الأول. إيه فصل رد الاستدلال على شنو؟ إيه اسمع ماذا يقول. لا اقرا للشيعة، ايه اكمل للشيعة. عندك شجاعة، اسمع، اقرا يا رجل، اقرا الفصل. جميل اسمع، جميل. يقول ويؤكد، اسمعوا اقرا الفصل اكمل بعدها اكمل. شوف شلون واحد كذاب. كمشناك يا سيدي. الان هدوء يا ابو سلطان. فصل، اسمع فصل في رد الاستدلال على ماذا؟ الاستدلال على فضل ابي بكر والصحابه من ايه محمد رسول الله والذين معه أشد على الكفار. الآن لحظة أبو سلطان، لحظة يا أبو سلطان. الآن أنت قلت والجميع السلفية قالوا إن أبو بكر وعمر وعثمان مشمولين في هذه الآية. إحنا أشد على الكفار، تحدينا في الحلقة السابقة، تحدينا تحدي أن يثبتوا لنا إن أبو بكر أو عمر أو عثمان عرفت له شدة على الكفار. قلنا أعطونا أن أبو بكر
لحظة هدوء اعطونا انتصر على فرس يقول اسمعني يعطيك يا رجل اسمع راح يعطيك الجواب موجود يرد على المفيد يا رجل خلي اكمل السؤال اسمع خليني اكمل ليش ما تكمل اهدى احنا الان بينا المفيد في مقام الرد الحلقة السابقة قلنا أعطونا دليل على أنه أبو بكر عرفت له شدة على الكفار ما أريد قتل والله ما أريد قتل أريد بس جر سيفه وبارز لكافر واحد بس فقط كذلك عمر كذلك عثمان وما في دليل اليوم إخواني ما أريد قتل اللي يقولكم أنه قتل واحد لا سمعون كلامه هذا مبالغ إحنا ما أريد أنهم قتلوا بس مجرد جر سيفه ها شديد على الكفار قاتل الكفار طق 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 ورجع لهلا لا قاتل ولا قتل ولا انجرح ولا بس جر سيفه بارز ورجع لهلا وتحدينا تحدي زين وهاي صار اليوم الثاني ما سمع الجواب لك وياك ما سمع الجواب من عنده جواب اسمع عندك جواب سيد ابو مالك سيد ابو مالك لحظه ابو سلطان خلينا اقدم ابو مالك ليش ما خليتني اكمل ليش هالخوف لانك انت تنقل الرد يا رجل انت تنقل رد الشيخ المفيد هو بالرد هذا رد الشيخ المفيد يرد ولا يقرر يرد على استدلالكم يا سيدنا في بداية الفصل يقول فإن قال أفليس الله فإن قال قيل نعم. لهم قيل لهم نعم اي نعم. هو نعم. هو ما دا يقرا من البداية نعم احسن طيب من باب الاستدلال النقضي عليكم طيب نقدم الاخ ابو مالك وبعده نقدم الاخ البراق من هولندا تفضل اخونا ابو مالك اللهم صل على محمد وآل محمد. احنا طبعا الحلقة السابقة السيد ميثم تكلم في موضوع شدة على الكفار ولا بيستطع لا ابو سرطان ولا ابو زبيب ولا اي واحد من الموجودين هو يجيب دليل على شدة هؤلاء على الكفار. نعم. الان نعكس الامر هل كان هؤلاء رحماء بينهم؟ السيد ميثم متفضلا ومشكورا جاء بحديث أن عمر كان غليظا كان فظا غليظا يا أخي الله. لا تقاطع الآن المصدق الواقع لا تقاطع الدليل لابد له بابا أسكت أصبر يا عمار الآن يخلص وأقدمك إن شاء الله بعد البراءة أبو زمار اسكت أبو زمار ينكر كلام الله أبو زمار كلام خطير اسكت يا عمار الآن إن شاء الله يخلص وأقدمك نظام يا عمار نظام حلو يا عمار النظام حلو أعطيه مجال يتكلم وإن شاء الله نقدمك بعد البراءة نعم. سبحان الله يعني دائما المخالف لا يفرق بين الدليل وبين مصداق الدليل نعم. بين الدليل وبين مصداق الدليل طبعا المفروض يعني ترجعوا تدرسون مرة ثانية فقه وصول فقه الآن السيد ميثم طبعا تكلم في موضوع عمر وإقرار النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي في البخاري أن عمر غليظ القلب أنه فظا غليظ الآن آتيهم إلى الأول هل كان الأول فظا غليظا أم لا أخ حسين عندك صوت أخ حسين عندك صدى الأول له روايتان رواية اعترف بها أبو عائشة من حلقة أو من حلقتين تقريبا وهي أنه ضرب عائشة فهل هذه رحمة على المؤمنين وهي أم المؤمنين عندكم أبو بكر ضرب عائشة هذه واحدة الثانية التي ذكرها الحاكم في المستدرك طبعا يا ريت لأخواني سامحوني أنا بعيد عن المصادر حاليا بتكلم من حفظي وصححها الحاكم على شرط مسلم صححها الحاكم على شرط مسلم من حديث عائشة رواية طويلة فيها أن غلاما لأبي بكر أضاع بعيرا فجاء أبو بكر فضربه
فجعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع، انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع. في إحدى طرق الحديث تقول عائشة أنه ضربه بالصوت وجعل يضربه. هل هذه رحمة على المؤمنين؟ هذا هو مصداق الآية على أرض الواقع. أحسنت. تقول أن يكذب الآية، مصداق الآية الآن لا ينطبق لا على الأول ولا على الثاني ولا على كل من خرج على أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. جزاكم الله خير. ممكن طيب الله يبارك فيك ويكون عز ومالك. الآن أقدم دليل آخر، دليل آخر. هذا في كتاب، في كتاب شرح العقيدة الطحاوية، شرح العقيدة الطحاوية أخوان الأعزاء، كتاب شرح العقيدة الطحاوية. أعطيكم نموذج لأن نموذج بسيط، هذا شرح العقيدة لعبد العزيز آل الشيخ. يقول: ولهذا من أدخل من أهل العلم الخروج بالقول في صور الخروج، فإن الخروج بالقول فيه تفصيل لا يطلق القول بأنه ليس بخروج ولا أنه خروج. ومعاوية هو يقول رضي الله عنه: قتل بعض الصحابة لما خرجوا على أميرهم بالقول. معاوية قتل بعض الصحابة لأنه احترضوا على الوالي فقط، احترضوا على الوالي بالقول. طيب الآن معاوية يقتل الصحابة، وممن قتلهم من الصحابة، ممن قتلهم من الصحابة من؟ حجر بن عدي، مصنف ابن أبي شيبة، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال: أمر معاوية بقتل حجر بن عدي الكندي، فقال حجر: لا تحلوا عني قيدا، أو قال حديدا: وكفنوني بثيابي ودمي. طيب الآن هل هذا الفعل من الرحمة، رحماء بينهم؟ معاوية هل كان رحيما بالصحابة؟ سؤال بسيط، سؤال بسيط. هل معاوية، طيب خليني أقدم عندنا واحد قبل الأخ البراق، أحمد من الأردن ما زال موجود؟ أنا قدمت قبل قليل. أحمد من الأردن، أخونا أحمد سني من الأردن. طيب الأخ البراق موجود؟ منو معي؟ من معي؟ من أنت أخونا؟ طايل. أخونا طايل، طيب تفضل أخونا طايل. والأخ البراق إذا تسمعني، أخونا البراق تسمعني؟ أخي البراق تسمعني؟ ضاه البراق ما موجود. طيب تفضل أخونا طايل. طيب أنا بأختصر، أنا عندي المصدر لكن أقول الكلام اللي عندي. يقول: قال سمعت أبو عبد الله الإمام أحمد وقال له دلوي، هذا في معاوية، وقال له دلوي: سمعت علي بن الجعد هذا إمام يقول: مات والله معاوية على غير الإسلام. هذا رد على الأول، يقول: لولا الوضع مع معاوية كان انتهى الإسلام، وكان كيف إمام مثل هذا يكف يحط معاوية في النار؟ نبغى رد عند الله يرضى عليه. والمصادر عندي موجودة إذا تبغى أذكر المصدر. مسائل الإمام أحمد مسائل الإمام أحمد من الإمام إسحاق بن إبراهيم بن هاني، طبعة المكتبة الإسلامي، يعني المجلد الثاني صفحة 154، المسألة 1866. جزاك الله خير. الله يبارك بك أخونا العزيز، الله يبارك بك ويحفظك إن شاء الله. طيب الأخ أبو فاطمة من الأردن تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتي لكم جميعا، سيد ميثم، أبو كريم، أخونا العزيز، طيب مرحبا بك، نورت، الله يبارك فيك، احفظك اخونا العزيز، حياك الله. موضوع طبعا جدا شيق، وعلى فكره كان بحث في هذا الموضوع. نعم احسنت. الله سبحانه وتعالى رزق محمد صلى الله عليه واله اصحابا ايدوه وازروه ونصروه. نعم. وكانوا كما قال الله تعالى اشداء على الكفار رحماء بينهم، وهذا واضح، بل انه جدا واضح. يعني عندما أبو الغادية أتى وقتل عمار رضوان الله عليه، يعني هذه رحمة. إيه هو أجا أبو فاطمة، هو أجا قال: يا أخي يا عمار، أنا أريد أريحك من الدنيا، وأنا رحمة بك راح أقتلك حتى تروح للجنة تتونس من الحور العين. أنت شو تسوي هنا بالدنيا؟ قال علي بن أبي طالب كله حروب وفتن وملاحمة، فأنا شفتك عمرك صار 90 سنة زين، وعمرك أنت شيخ كبير السن،
فرحمة بك راح أقتلك حتى تروح للجنة. هو هذا اللي حصل. سيد مثلا رغم غصبا عنك خلي عقلك بالتلاجمده وتقول أبو الوادي اللي عملك رضوان الله عليك كان رحمة. نعم أحسنت. يعني فهل الرحمة؟ طيب ماشي. فالذين قتلوا عثمان أيضا رحمة؟ رحموه فقتلوه؟ رحموه في الشجرة قتلوه وقتلوا صاحبه. سيد ميسم عبد الرحمن ابن عديس البلوي كل التواريخ تذكر هو رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله بايعه تحت الشجرة رضي الله عنهم ورضوا عنه. سيدنا قتل سيدنا إذا قتلهم لعثمان رحمة. طيب علي بن أبي طالب أو ليس صحابي جليل من المبشرين بالجنة والخليفة الرابع عندهم؟ طيب قتاله أيضا رحمة، رحماء بينهم، لذلك نخرج عليه ونقاتله لأنه قتاله رحمة له وبه. أنا بدي أذكر بس أحسن وأجاد الأخ المستبصر من مصر صقر المصري، أشداء على الكفار رحماء بينهم، هؤلاء فئة من كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وكانوا يأتمرون بأمره ويطيعونه ويطيعون الله ورسوله مع النبي معية كاملة، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. من هم هؤلاء الذين معه؟ متعاطفون متوادون. صدق الله العلي العظيم، يعني لازم تبحث عن هؤلاء وكلمة معه ماذا تعني. مو كل واحد رضي رض رض رض، يعني هناك صفات لهؤلاء الذين معه إذا انطبقت نعم نسقط عليه هذه الآية، وإذا لم تنطبق هذه الصفات نخرجه. الله لم يقل كل الذين معه، الله لم يقل مع محمد وصحابته أصلا، كلمة صحابة سيدنا يعني مو موجودة في القرآن الكريم، حتى في السنة أيضا لا يوجد صحابة، ليس هناك حديث نبوي شريف يقول صحابة. نعم يوجد أصحابي يرتدون القهقرة فأقول أي ربي أصحابي، فيقال له إنك لا تدري ما أحدث بعدك لقد انقلبوا على أعقابهم القهقرة. أنا أتحدى أي واحد أن يأتي لي بآية تنص على الصحابة، لا يوجد. أي نعم يوجد صفات المهاجرون الأنصار المسلمون المؤمنون الصادقون، لكن كلمة صحابة لا يوجد. حتى عندما تأتي هذه الصفات دائما يأتي التبعيض منها، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، من المهاجرين والأنصار رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجر. أنا اللي بدي أقوله يعني وأختصر وأرجو المعذرة على الإطالة، هؤلاء سيد ميثم نزعوا القداسة عن أهل البيت وفككوا ما بين النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين، وانتهجوا نهجا في إحلال الصحابة محل أهل البيت في القداسة. من الذي بدأ بهذا النهج؟ هذا بحث آخر. نعم أرجو المعذرة على الإطالة ومشكور. طيب يحفظك إن شاء الله ويوفقك إن شاء الله. طيب أخ من العراق آخر رقم 60 و